قررت أقول السر اللي عشت طول عمري مخبيها عشان بس أعلم ابني أكبر درس في حياته، والسر كان غير متوقع. أنا الحاجة حسنات، عمري 65 سنة، عشت بين ولادي أحمد وبسام وأهل منطقتي بسيرتي الطيبة. عمر ما حد قصدني في حاجة غير لما وقفت جنبه، كل الناس تشهد لي بالتقوى والإيمان، وعمري ما فوتت فرضه الحمد لله. ربنا قدرني وقدرت أبني بيت دورين، وعملت البسام وأحمد شقتين، واكتفيت لنفسي بأوضة وصالة في الدور الأرضي. أصلي خلاص شبعت من الدنيا وراضية، وألف حمد وشكر ليك يا رب. لكن المشكلة بدأت بسبب شيماء مرات أحمد ابني الكبير اللي كانت رافضة تصرفاتي. وفي يوم شيماء عدت عليا وقالت لي: ازيك يا حماتي، مش عايزة حاجة من السوق؟ قلت لها: كتر ألف خيرك يا بنتي، ربنا يديك الصحة. وقبل ما خلص كلامي لقيت سهى اللي كانت ساكنة في شارعنا جت وقالت: السلام عليكم يا جماعة، ازيك يا حاجة حسنات، ازيك يا مدام شيماء. شيماء بصت لها باستحقار واستأذنت ومشيت عشان سهى ما تحسش بالإحراج. قلت لها: عذريها يا بنتي، أصلها تعبانة شوية. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. قالت لي وهي متوترة ومكسوفة: أنا ما زعلتش يا حاجة، بالعكس هي عندها حق، أنا بس جاية ليكي عشان تديني أي أكلة فطر بإخواتي على بال ما لف زي كل يوم على شغلانة. أنا مش عارفة الدنيا مسدودة في وشي كده ليه، أول ما طلبت الحلال مش لاقياه. قلت لها: أعوذ بالله من غضب الله يا بنتي، اوعي تقولي كده يا حبيبتي. وبعدين أنا عايزة أقولك حاجة مهمة يا بنتي، طريق التوبة مش سهل، وكون إنك تسيب الحرام وتتجه لطريق ربنا وتحافظ على نفسك ده اجتهاد منك على الشيطان، والشيطان بيحاربك عشان ترجعي للوحل تاني. اوعي تستسلمي يا حبيبتي، وصلي وقربي من ربنا أكتر وأكتر، وصدقيني يا بنتي طول ما انت جواكي عايزة ترضي ربنا وطالبة التوبة بقلب سليم، ربنا هيوفقك وهيكرمك. امسكي يا حبيبتي الفلوس دي، روحي هاتي لإخواتك أكل، ولو عوزتي أي فلوس أنا موجودة في أي وقت. سهى دمعت وقالت لي: ربنا يستر عرضك يا حاجة حسنات، انتي ملك، مستحيل تكوني إنسانة، انتي الوحيدة اللي فتحتي لي بيتك ونصحتيني وعلمتيني إزاي أصلي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. أنا همشي بقى، وإذا ربنا كرمني بشغلانة هعدي عليكي وأفرحك. ادعي لي يا حاج حسنات، ادعي لي في كل صلاتك يا ست الكل. ومشيت سهى وأنا قلبي موجوع عليها، وبدعي من قلبي ربنا يثبتها ويبعد عنها مغريات الشيطان. وفي آخر اليوم أحمد ابني عدى عليا وكان شكله متضايق جدا، ولما سألته إيه اللي مضايقه وقف قصادي لأول مرة ولقيته بيقول لي: اسمع يا أمي، أنا عارف إنك ست طيبة، لكن إحنا عايشين في زمن لأصول وعاداته اللي ما ينفعش نتعداها، عشان ما يتقالش علينا إن بيتنا بيدخلوا بنات الليل واللي سمعتهم بطالة. وآخر كلام عندي يا أمي، شيماء مراتي مش هتدخلك بيت لو اللي اسمها سهى دي خطت عتبة البيت تاني. قلت له بكل غضب: اللي حصل لسهى أهل المنطقة كله السبب فيه، البنت دي لما أبوها وأمها عملوا حادثة وقابلوا وجه كريم كانت أكبر إخواتها، ومحدش فكر حتى يديهم بواية أكله ولا يعطف عليهم ولا يحسسهم إن ليهم حد، والبنت صغيرة وشياطين الإنس كتير وقدروا يضحكوا عليها لحد ما سمعتها بقت على كل لسان. البنت تابت وبتدور على شغل، وبتيجي أديها اللي في النصيب هي وإخواتها لحد ما ربنا يرزقها بالحلال. مش يمكن ربنا حطني في طريقها عشان تستقوى أكتر وتكمل في الطريق الصح؟ ليه يا ابني؟ ليه عايز تحرمني من الثواب ده؟ حرام عليك. أحمد ضحك بسخرية وقال لي: عمر ما اللي بيدخل السكة دي بيتوب أبدا، وأكيد وإحنا بنتكلم دلوقتي هي بتقلب رزقها مع أي واحد، وتيجي تعمل عليك انت دور الشريفة عشان تقلبك. بكيت على حال البنت، وقلبي ما تحملش كلام أحمد على ست زيي، وقلت له: تعالى يا حبيبي، تعالى يا ابني،
تعال أقول لك أنا ليه متعاطفة مع أصها واللي زيها، وبحاول أكون سبب في رجوعهم لطريق ربنا. زمان كنت أعرف واحد اسمها نانا، وهي عمرها 16 سنة كانت بتشتغل في الكباريهات، وقعت في طريق اللي يروح ما يرجعش. عرفت رجالة ما لهمش عدد، وكانت في غفلة، وفي يوم عملت حادثة، وسواق تاكسي شافها وداها المستشفى، وفضل معاها لحد ما ربنا كرمها وبقت كويسة. أول ما فاقت وربنا كتب لها عمر جديد، جريت تصلي وتدعي ربنا أنه يسامحها، وطلبت من ربنا أنه يثبتها على الصراط المستقيم. وربنا كرمها والسواق ده تقدم لها، وكان عارف أصلها وفصلها، لكن قدر يسامحها وحبها وما كانش هم ماضيها. وعاشت مع منعم السواق 5 سنين، ويشاء ربنا أنه يجيله مرض خبيث ومالوش علاج. كان عندها أطفال منه، وقررت تنزل تشتغل في البيوت وتمسح سلالم عشان توفر له فلوس العلاج. وبدأت نانا تبيع في عفش بيتها لحد ما بقت شقتها على البلاط. ورغم كل ده عمرها ما فكرت تمشي غلط تاني. كانت كل يوم بتدعي ربنا أنه يفك كربها ويرزقها بالحلال. وفي يوم صاحب جوزها جه يزوره، وقبل ما يمشي قال لها بصوت واطي: أنا عايزة أقابلك ضروري، عندي ليكي مصلحة هتخلي منعم يعمل العملية، العملية اللي مش قادرة تدفعي ثمنها، وساعتها يخف وربنا يكرمه وينزل شغله من تاني. وافقت وفرحت جدا، وادته الأمان، وافقت تقابله زي ما طلب منها. قالت له: إيه هي الشغلانة اللي قلتلي عليها يا محروس؟ ربنا يكرمك يا رب وما يوقعكش بديها أبدا. رد وقال لها وهو بيبص لها بطريقة غريبة: بصراحة بقى أنا عارف شغلانتك القديمة وعايزك ترجع ليها، وكل يوم هيطلع عليك مبلغ كبير، مبلغ ما تحلميش بيه، وفي وقت قصير قوي جوزك هيعمل العملية، ووعدك مش هيعرف أي حاجة، وهيفضل الموضوع سر ما بيننا. قالت له هي مستحقرة ومصدومة فيه: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا كنت فاكرة أنك خطفون شرف صاحبك وهتقف جنبي، أنت بجد طلعت حقير قوي يا محروس. ساعتها ضحك محروس وقال لها: وهو أنت اللي صيناه يا ست الشيخة؟ اوعى تكوني فاكرة أني زي المغفل جوزك، ممكن أصدق أنك تبتي. أنا عارف كويس قوي أن اللي بيدخل السكة دي مش بيتوب، وعلى العموم خلي دماغك الناشفة تنفعك. أنت عارفة رقمي وعنواني، ولو وافقتي على اللي قلتلك علينا تحت أمرك، غير كده أنا مش عايزة أشوف وشك تاني. مشيت وهي بتعيط في الشارع وبتقول: يا رب يا رب أنت عالم بحالي، وعارف أنه مستحيل أعصيك أبدا، يا رب تثبتني وتقومني جوزي بالسلامة. روحت بيتها وهي مش صعبان عليها ولادها ولا جوزها، وقالت ان اكيد اللي خلقهم مستحيل ينساهم. وفي خلال اسبوع واحد جوزها قابل وجه كريم، لكن هي كانت مؤمنه وعارفه ان عمره خلص لحد كده، وفضلت على مبدأها وربت ولادها من فلوس مسح السلالم وخدمه البيوت. وربنا كرمها وكبرتهم وعلمتهم، وراحت حجت بيت الله بعد ما ربنا كرمها وفتح عليها من وسعها. ابني كان مندمج في الحكاية قوي، ولقيته بيقول لي: وانت تعرفي الست دي منين يا أمي؟ قلت له: دي كانت نازلة معايا في نفس الأوضة في الفندق اللي كنت بحج فيه، ربنا يمسيها بالخير. أول ما شافت الكعبة قطعت النفس من كتر العياط، عياط الفرحة والنصر، النصر اللي بيجي من عند الله. اجتهدت لحد ما غلبت الشيطان ومشيت في طريق النور، وبعدت عن أي حاجة حرام. يا رب تكوني اتعلمت المفروض تعمل إيه لما تلاقي حد قصادك وطالب مساعدتك عشان ما يمشيش في السكة الغلط. ربنا يهديك يا حبيبي. وفجأة قطع كلامنا بسام ابني وهو بيقول لي: مساء الفل يا ست الكل، أنا دورت لسها جارتنا على شغلانة، ولقيت لها وظيفة كويسة في الشركة، هتشتغل في البوفية أمي لكن بمرتب كويس جدا. فرحت وقلت له: يا فرج الله، ربنا يكرمك يا ابني ويستر طريقك انت واخوك.
كلمت سهى وكانت منهارة من العياط عشان مش لاقية شغل، وأول ما عرفت حمدت ربنا وشكرته، وتاني يوم نزلت واستلمت الشغل وربنا كرمها بشغلانة حلال. أما أنا افتكرت حياتي زمان لما كان اسمي نانا. أيوة أنا نانا اللي كنت في غفلة وماشية في سكة الشيطان، لكن ربنا نور بصيرتي وقواني وسطر عرضي لما الجوز الله يرحمه قابل وجه كريم وأحمد وبسام كانوا لسه صغيرين. اشتغلت في مصنع ملابس وتعلمت الخياطة وبقيت أخيط في البيت وكنت شاطرة جدا، وقدرت أعمل زباين وجمعت قرشين كويسين واشتريت البيت ده، ونسيت كل اللي فات من بعد عوض ربنا الجميل، وقدرت أربي راجلين وكبرهم وعلمهم، والحمد لله خليتهم بيخافوا ربنا، ودلوقتي هم اللي شايليني. ومهما طال الزمن عمري ما هنسى كل اللي فات، ومستحيل أشوف إنسان في غفلة وما انصحوش وما خدش بإيده. إن الله يهدي من يشاء، وربنا يهدينا جميعا لطريق الخير، ولو ربنا كرمك بصفة حلوة أو دام عليك نعمة ستره فده كرم منه مش سطارة منك.